ايوه ايوه فعلا معايا والله حلو قوي يا اسطى. يا اسطى بس اطلع يا عم ده مين دي يا عم؟ بجد والله اسمع بس ستي والحاني عاوزك تفهم كلامي اسمع بس ستي والحاني مش طالبه هري كتير ايوه هوبا بقول لك ايه يا قلبي دي قلب انا سيبك ايه يا عينيا ايه ده ايه ده ده انت بقى عايز الشبشب يسقف على وشك انت عامل نفسك جاي الله 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 سبيل الاذان بيأذن وبعدين بتسمحوا هنا عيب عيب انت شباب المستقبل هو سيبني مره واحده اختار يا ابني يا ابني ده بتقول ايه ده بوظان وفساد يا ابني ده من صوت انت ليه عايز تجيب فريتي ليه سيبنا اختار يا ابني بحبك بحبك اوعى اوعى تاني مره تفضل واقف معانا يا ابني فاهم يلا بينا يلا طب يا جدعان تقبل الله حبيبي يا اسطى بس انا مش عارف ليه حاسس بحاجه غلط كده هو احنا مش خلصنا مش المفروض نمشي ولا نعتكف هنا قوم يا عم شوف ابوك بس معلش انا رايح اشوف ابويا بابا مش كده كده نمشي بقى يلا فين يا حبيبي يلا نمشي خلصنا صلاه زي ما انت عايز يلا نمشي لسه يا ابني شويه هقرا ورد في القران اقعد انت واصحابك اقروا شويه قران ورد يا بابا مش كفايه جبنا زي بيه يا ابني انت مش عارف قيمة المسجد اللي انت فيه ده يا ابني مسجد زي اي مسجد اوف بقى اوف كمان بتقول لي اوف في المسجد كفايه انك جائل متعرفش قيمة المسجد اللي انت فيه كفايه بقى يا بابا انت هتموت اوفر دوز اوف انا غلطان ترمي واد لحد ما اخلص يا بابا يلا يلا معلش يا جدعان استنى بقى يا عم في ايه بقى انت انا زهقت انا همشي يا جدعان هو انا دلوقتي صليت انا خربان ده كده عادي ولا ايه؟ يا اسطى عادي ماشي يا ابني هو انت مش مسيحي؟ ايه؟ ايوه يا عم انا اسمي بولاد ايه ايه يا عم انا ايه اللي جابني هنا يا عم انا هقوم امشي مستعد معاك يا عم انت عمري بقول لك انا مسيحي انا مسيحي انا اللي معاك معاك اساسي يا اسطى ما تصليش بتهزر كام جد؟ لما بدا يتسنى ولما بدا يتسنى حبي جماله فتنا أمر ما بلحظة أثرنا مين دول؟ وإيه اللي دخلهم هنا؟ أنت مين؟ شخص! حنان! من هؤلاء؟ لست أدري يا سيدي نحن في انتظار أحد على الغداء لا يا سيدي عصام! من هؤلاء؟ لست أدري يا معلمي. إيه ده؟ هو مش ده أبوك؟ بابا؟ تعيل تايه وجاي يدور على أبوه هنا ولا إيه؟ تعرفه يا عصام؟ ولا أعرفه. إذن فهم الأغراض. هوبا ده جاي عليه. عايز أخش الحمام؟ من أنت؟ تحدثوا من أنتم؟
عذبوهم. عذبهم يا ابني في ايه؟ والله احنا كنا جايين نصلي في مسجد الازهر العصر ومش عارفين صوت مش عارفين ايه. يعني انا ابوكي جيت هنا خدينا اتشرحنا. يا عم هو عمال يقول ايه في الازهر وحاجات غريبه كده. احنا اتسوحنا بسببه. انا بحب الاكشن قوي. وانتوا فعلا ما تعرفوش ابن مسجد الازهر؟ يا انا فكرت مسجد زي اي مسجد. نعم. شايف يا عصام؟ شايف يا اسطى؟ كويس يا معلم معلش. يا جدعان ده مسجد بقاله اكتر من 1000 سنة. انتوا عارفين مين اللي بنى المسجد ده؟ مين؟ انا اللي بنيت المسجد ده. ما تشرفناش بحضرتك يعني. انا جوهر الصقلي. بنيت المسجد الازهر علشان يبقى قاعدة لنشر قواعد الشيعة الاسلامية. ايه ده؟ مش هسمع اللوية؟ لا مش عارفين حاجه خالص. عامة انا هعمل فيكم معروف واحكي لكم عن القيمه العظيمه اللي انتم مش عارفين عنها حاجه. حنان قومي هات الكتاب اللي فيه صور المسجد. هو فين ده؟ هناك اهو يا بنتي عند اي فوق ده مكحه هناك على طول يا بنتي. انا هحكي لكم بقى شويه حكاوي. تفضل يا مامي. الالبوم ده فيه صور لكل ما يخص الازهر من ساعة ما انا بنيته لحد دلوقتي. ايه ده؟ لا دي صورتي انا وعصام يا جماعة معلش. كنا بنستجم في الازهر شوية كده. فاكر يا عصام؟ فاكر يا معلم. ودي حاجة تتنسي؟ يا ايام. وربنا انت بابا. انا؟ اه. ربنا يخليك حبيبي تسلم. لا مش جامد يعني انت ابوي. يا عم بس بقى. روح على الواد ما تقسوش عليه. انت مش شايفه هو بيقول ايه؟ خلاص هدي نفسك. خلاص يا عصام ما حصلش حاجه. كان الخليفه الفاطمي ايام ما كان عايز يغزو مصر زمان وغزاها عن طريق قائد قواته جوهر الصقلي اللي هو انا يعني. انا يا ولاد. بنيت المسجد ساعتها علشان يبقى قاعده لنشر قواعد الدين الاسماعيليه، الشيعه الاسماعيليه زي ما قلت لكم بالظبط. المهم ايه بقى ان انا بنيت المسجد ده علشان يعمل كده وعشان يبقى جامعه كمان. وده كان اقدم اثر تاريخي حصل فيك يا مصر. الله عليك يا استاذ. الله. ولا يديك الصحه والعافيه يا مولاي. هو الكلام ده كان سنه كام كده فكريني؟ 970 ميلادي. ايوه صح كان 970 فعلا. صح. قعدت سنتين يا ابني من 970 ل 972. يا انا فاكر الايام دي كانها امبارح. تعالوا قربوا اوريكم التصميم بتاعه. كان تصميم مهندس حبيبي عباره عن صحن كبير بتحفه ثلاثه ادوار. كان اكبرهم رواق القبله ساعتها وعلى الجانبين الرواقين التانيين. كانت مساحته ساعتها تقريبا نص مساحته دلوقتي. الجامع كمان كان فيه اكتر من 380 عمود زي اللي باين عندنا في الصوره هنا من الرخام الجميل. ايده فرطه وعمره ما بيستخسر. وبني فيه ثلاث قباب، واحده عند المحراب الاصلي للمسجد واثنين في كل ركن من اركان رواق القبله. والمسجد فيه خمس مقاس، ثلاثه عند باب المزينين والرابع عند باب الصعيده والاخر عند باب الشرطه. والمسجد فيه 10 محارب وواحد منهم. ده غير اللي حصل في عصر الدوله المملوكيه اللي حصل فيها حاجات كتير قوي. اتعاد تأسيس الصلاة في المسجد الأزهر تاني عن طريق السلطان بيبرس عام 1266 وأنشأ الخديوي عباس حلمي التاني مكتبة الأزهر. وحصل زلزال في 1302 وضر المسجد جامد قوي. وجينا باليوم بونابرت في الحملة الفرنسية ضرب المسجد ودمر فيه حاجات كتير قوي وأمر بقفله لحد ما جت المساعدات العثمانية وأمرت إيه؟ إن هو يتفتح. ولاد مصر في عصر الدولة العثمانية وبنوا أروقة كتير ومنها رواق الشوام ورواق الأتراك ورواق العميان ورواق حنيفة. وبنت مدارس في عصرهم، مدارس كتيرة قوي. وبنى هيكل للمسجد ونافورة للوضوء. وأشرف قايد باي وقنصوة الغوري على كل التجهيزات اللي بتحصل. وبنت مآذن، مآذن كتيرة قوي كانوا بيحبوا المآذن زي عينيهم الناس.
بيعتبروها رمز القوة، واتبنت واتبنت مدرسة الأقبغوية، بنى فوقيها مأذنة وقبة كده فوق المدرسة. الله الله. إيه يا ابني؟ أنت فاهم حاجة؟ يا ابني عيب عليك والله، فاهم كل كلمة. لا بجد شغل عالي. أنا صدعت كتير قوي. أنت مستمعني أصلا؟ إزاي يعني؟ فازوا بس يا جدعان. قيمة وقامة عظيمة يعني. أنتوا جايين تقولوا مش عارفين قيمتها. انت شيعة ولا سنة؟ يا باشا انا ارثوذكس. يا عم انت صدعتنا على الفاضي، ازهر ايه وبتاع ايه؟ عايزين نقوم نمشي. بس بس صدقوا بالله انا غلطان فعلا اني ضيعت وقتي معاكم. تاريخ ايه وازهر ايه؟ انتوا طلعتوا عيال بايظة. اقتلوهم! الأزهر ده بوديه معاك كل يوم. حاضر يا حبيبي حاضر.